معظم التلاميذ فاش كيبغيو يبداو المراجعه ديال الدروس ديالهم ويوجدوا ويحضروا الامتحانات ديالهم كيلقاو واحد المشكل كبير كبير بزاف، وهذا المشكل هو كيفاش غادي نراجعوا هذوك الدروس كاملين، وكيفاش غادي نقدروا على انهم دوك المعلومات كاملين والمهمين بالضبط في هاد الدروس خاصهم يكونوا عندهم في راسهم، وكيفاش نهار الامتحان يخرجوا هاد المعلومات ويجاوبوا بها على ديك الاسئله اللي كاينه في الامتحان. التحدي الكبير هو كيفاش هذوك الدروس كاملين والمعلومات اللي فيهم خاصني نستوعبهم ويبقاو عندي واحد المده اللي طويله حتى ندوز الامتحان. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نقترح عليك واحد الطريقه بسيطه جدا كيفاش تراجع الدروس ديالك اللي كنستعملها انا براسي. نبداو على بركه الله باول خطوه. دونك الخطوه رقم واحد هي انك ضروري خاصك تعرف شنو هما المواد اللي غادي تدوز فيهم الامتحان. دونك واش كاين عندنا خمسه المواد، واش كاينين جوج، ولا كاينين 10. دونك هذه هي الخطوه رقم واحد، نعرف شنو هما المواد بالاسماء ديالهم، ونزيد واحد المعلومه اخرى واللي هي المعاملات ديال هذه المواد. الخطوه رقم جوج، دابا غادي نشدو غير ماده وحده وغادي نشوفوا كيفاش غادي نقسموا الدروس ديالها، ونفس الحاجه اللي كتنطبق على هذه الماده راه كتنطبق على المواد الاخرين كاملين. على سبيل المثال ناخذ الماده ديال الرياضيات. دونك انا قرب الفرض ولا قرب الامتحان الوطني وبغيت نوجد لهذا الامتحان ولا هذا الفرض، اشنو غادي ندير؟ خصني نمشي نشوف شنو هما الدروس اللي كاينين في هذا الفرض ولا في هذا الامتحان. ناخذ المثال ديال الامتحان الوطني، بالنسبه لماده الرياضيات علوم فيزيائيه في الباك فغادي نلقاو باللي كاين بزاف ديال الدروس اللي منهم كاين الدرس الاول ديال اتصال الاشتقاق والنهايات، كاين درس ديال الدوال اللوغاريتميه، كاين درس ديال الدوال الاسيه، احتمالات، الهندسه الفضائيه، حساب التكامل، وهي غدا بحال هكا. دونك اول حاجه هي كنعرف شحال من درس عندي، عندي 10 ديال الدروس، عندي 15، عندي 20. دونك انا دابا شديت غير الماده ديال الرياضيات وقسمت شنو هما الدروس اللي خاصني نقرا باش نمشي ندوز هذاك الامتحان. من مورا ما نقسم هاد الدروس دابا كندوزو الخطوه الثالثه وكنشدو واحد الدرس بوحدو وكنبداو المراجعه ديالو. كاين بزاف ديال الطرق اللي تراجع بها هاد الدرس. اول حاجه تقدر تكون عندك البوليكوب، عندك الدرس ديال الاستاذ اللي غادي تراجع فيه، يقدر يكون واحد البي دي اف في الانترنت اللي كيشرح الدرس، ولا مثلا شي فيديو في يوتيوب كيشرح الدرس كامل ولا مقسم مثلا دي بارت. هذه هي اول حاجه غادي تراجع الدرس كامل، وهنا كنهضر على الحاله ديال انه عندك الوقت الكافي باش تراجع الدروس. الا ما كانش عندك الوقت الكافي والامتحانات تقربوا بقات لهم مثلا شهر ولا سيمانه، هذه واحد الحاله اخرى اللي غادي نطرق لها في الاخر ديال الفيديو. دابا غادي ندوزوا للخطوه المواليه. من مورا ما راجعتي هذاك الدرس ضروري في الاخر دير واحد الملخص، وهذا الملخص من الاحسن يكون على شكل ويبينغ ولا مايند ماب. شنو هو ويبينغ ولا مايند ماب؟ هو فاش كتشد الدرس وكتلخصه في ورقه واحده A4، وفي الوسط ديال هذيك الورقه كتكتب العنوان ديالو، وهنا كتبدا تخرج بزاف ديال الفروع اللي كيهضر عليهم هذا الدرس، وهاد الفروع خصهم يكونوا الفروع الاساسيه واللي كيدور عليها الدرس. زائد واحد الحاجه اخرى اللي كتزيدها على هذا الملخص ديال الدرس هو شنو هما الاسئله اللي نقدر نسول راسي في الحصه الجايه باش نعرف راسي واش استوعبت هذه المعلومات ديال الدرس ولا لا. وهاد الاسئله هادو كتوجدهم وكتخليهم في الحصه اللي غادي تبغي تمتحن فيها راسك وتعرف واش فريم وهاد الدرس هذا استوعبتي ولا لا، غادي تجبد هذوك الاسئله وتحاول على انك تجاوب عليهم. الا لقيتي بانك جاوبتي على الاسئله كاملين فهنا راك استوعبتي الدرس مزيان. الا لقيتي بانك ما جاوبتيش على الاسئله كاملين شوف الاسئله اللي عندك فيهم مشاكل ورجع دغيا بالزربه لهذاك الدرس وقراهم وحاول ما امكن انك تستوعبهم هاد المره الثانيه. وهكا كدوز عاوتاني للدرس الثاني كدير نفس الحاجه، كدوز للدرس الثالث وكدير نفس الحاجه. دونك شنو كيبقى عندك في الاخر؟ المايند ماب ديال الدرس زائد هذوك الاسئله باش كتعرف راسك واش انت ضبطتي الدرس ولا لا. يعني الا كانوا عندك خمسه ديال الدروس في الاخر يكون عندك خمسه ديال الملخصات ديال الدروس زائد خمسه ديال الوراق اللي فيهم الاسئله اللي غتمتحن فيها راسك على هذوك الدروس. كيف قلت هادشي كامل امتى كنديروه؟ فاش كيكون عندنا الوقت الكافي باش نراجعوا الدروس. دابا قربوا الامتحانات، نورمالمون دابا خصنا نركزوا بزاف على كيفاش نجاوبوا على الاسئله ديال الامتحانات. هنا عندنا جوج ديال الحالات، الحاله الاولى هو واحد الشخص اللي قرا الدرس ودار هادشي اللي قبل، دونك دابا غادي يمشي يدير واحد بروسيس اخر كيفاش غيوجد الامتحانات. وكاين واحد الشخص اخر اللي ما عمره ما قرا الدرس ودابا ديريكتومون غادي يجي راجع الامتحانات. دونك هاد جوج اشخاص اشنو غادي يدير؟ اول خطوه غادي يمشيو يشدوا الامتحانات القدام. مثلا ناخذ الامتحان الوطني ديال ماده الرياضيات، ما ناخذوش غير امتحان واحد ولكن ناخذو بزاف باش تكون عندنا واحد الفكره واضحه على الامتحان كيفاش كيتحط. الا لاحظتي معايا مزيان في هاد الامتحانات القدام فغادي تلقاو باللي تقريبا اربعه ديال التمارين اللي كيتحطوا، كيتحط تمرين في الهندسه الفضائيه، كيتحط تمرين في الاعداد العقاديه، كيتحط تمرين في المتتاليات، وكتحط واحد المساله كامله على دراسه الداله. دونك هنا اشنو غادي نديرو؟ غادي نقادو واحد المايند ماب
شنو فيها؟ في الوسط فيها الماده اللي غادي ندوزو يعني الرياضيات، وفي الجناب غادي نخرجوا شنو هما التمارين. يعني كاين واحد التمرين في الهندسه الفضائيه، كاين واحد التمرين في الاعداد العقديه، كاين واحد التمرين في المتتاليات، وكاين واحد التمرين في الدراسه ديال الداله. من بعد غادي نمشيو لهذاك التمرين ديال الاعداد العقديه وغادي نشوفوا شنو هما الاسئله اللي كيتحطوا فيه. يعني غتولي عندنا واحد المايند ماب اخرى اللي في وسط ديالها تمرين الاعداد العقديه، شنو هما الاسئله اللي كيتعاود، هذا السؤال الاول، هذا السؤال الثاني، هذا السؤال الثالث، السؤال الرابع، خامس، سادس. المهم تكون الاسئله اللي كنشوفهم بانهم كيتعاودوا في الامتحانات بزاف. وغادي نشد مثلا واحد السؤال من داك الاسئله وغادي نمشي هنا نقلب على كيفاش نجاوب عليه. كيفاش غادي نجاوب عليه؟ سواء غادي تمشي تقلب في الانترنت على هذاك السؤال، سواء غادي تمشي للدرس وتشوف التمارين اللي كاين في الدرس كيفاش كنجاوبوا عليه. وهذا الشيء غادي تمشي ديروا لجميع الاسئله اللي مرتبطه بالتمرين ديال الاعداد العقديه، غادي ديروا جميع الاسئله اللي متعلقه مثلا بالهندسه الفضائيه، وهي غادا بحال هكا حتى تكون ساليتي التمارين كاملين. نفس الحاجه اللي درنا في الماده ديال الرياضيات كديرها في الماده الثانيه، في الماده الثالثه، وهي غادا بحال هكا حتى تسالي المواد كامل. دونك هادشي اللي كان، نتمنى انني نكون درت واحد الشرح واضح لهذه الطريقه هذه اللي كيف قلت راه بسيطه، خاصك غير التطبيق ديالها وبشويه بشويه باش تولف عليها. وفي الاخر هادشي غيخليك على انك تستوعب الدروس مزيان، تعلم كيفاش تجاوب الاسئله ديال الامتحان وتجيب واحد النقط اللي عاليه. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. تهلا ليا فراسك، نشوفو في فيديو جديد ان شاء الله.